وللحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الحكومة في بغداد وظاهرة وفاة المعتقلين داخل السجون وحالة هشام الخزعلي أيضا التي يدور حولها اللغط حاليا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. اليوم وبعد وفاة هشام الخزعلي في أحد مراكز الشرطة في البصرة بجرم تشابه الأسماء، إلى ماذا تشير هذه الحادثة برأيك؟ يعني هذه ليست الحادثة الأولى التي تقوم بها هذه القوات الحكومية والأمنية في المحافظات جميعا، يعني سواء كان في البصرة أو في بغداد أو في الأنبار أو في صلاح الدين وفي جميع المحافظات التي تسيطر عليها هذه القوات الأمنية، والتي سلطت سيوفها وبنادقها وأدوات التعذيب نحو المدنيين بشكل مفرط وبشكل ممنهج تجاه هؤلاء الأبرياء. وحادثة الخزعلي هي ليست الأولى، قبل أيام أيضا كانت هناك المئات من هذه الحالات في بغداد وفي الأنبار وفي صلاح الدين وفي نينوى. هذه الأحداث وهذه الحوادث التي تتم بطريقة بشعة وبطريقة انتقامية من قبل هذه القوات هي دليل على أن هذه الحكومة ليس لها قانون تحتكم عليه وليس لها أي سند قانوني سواء في هذه الاعتقالات التعسفية أو القتل خارج القانون، وبالتالي هذه انتهاكات خطيرة، هذه انتهاكات جسيمة تقوم بها القوات الحكومية بمرأة ومسمع من النظام الحاكم وأيضا من المجتمع الدولي الذي نبهنا كثيرا على أن هذه الجرائم هي جرائم خطيرة تهدد المجتمع العراقي، ولكن إلى الآن هذه المجتمع الأممي عاجز عن حماية الإنسان العراقي الذي هو في يعني أخذ على عاتقه في المواثيق الدولية أنه عندما تكون هناك انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان في أي بلد ما فإن على المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين في هذه البلاد. نعم سيد عمر، الشرطة في بيانها حول الحادث قالت إن المجني عليه كان مطلوبا في جريمة قتل وتم الإفراج عنه قبل أن يتوفى، وهو ما ينكره بطبيعة الحال ذو المواطن العراقي. يعني برأيك هل هذا تصريح من قبل الحكومة يعفيها من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وما إلى ذلك؟ حتى لو كانت هناك جريمة قتل والشخص والخزع المدان في هذه القضية لا يتم تعذيبه بهذه الطريقة، ولكن هناك سياقات قانونية يجب السير عليها، وهذه نحن نتحدث عن حالة تعذيب، عن حالة اعتقال تعسفي، عن حالة قتل خارج القانون، كل هذه لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال حتى لو كان يهدد الأمن والسلم المجتمعي. بهذه الحالة هناك يعني قتل متعمد لحالة الخزعلي وغيره كثير، وبالتالي فإنها أي تبرير من قبل الحكومة أو الشرطة هو ذر الرماد في العيون، ولكن هناك إجراءات قانونية دولية يجب أن تكون هناك بصمة لهذا المجتمع الدولي الذي دائما نحن نذكره ونعول عليه في يعني عمليات العدالة الجنائية أو العدالة الأممية في تحقيق العدالة الإنسانية للشعوب. يعني اختلفت أسباب الوفاة في المعتقلات الحكومية بين الإهمال الطبي في بعض الحالات والقتل أيضا تحت التعذيب. إذا كان قتل المعتقلين في السجون جريمة منصوص عليها في القانون، السؤال هنا لماذا لا يحاسب الفاعل في هذه الجرائم حتى الآن؟ وحتى يعني المجتمع الدولي لماذا لا يضغط بهذا الاتجاه؟ يعني هذه الحالات هي ليست حالة فردية، وعندما تكون هناك حالة فردية ممكن أن تقديم الجنات للعدالة، وإذا كان هناك أيضا قانون تحتكم عليه هذه السلطة أيضا بالإمكان أن نتحدث عن تقديم الجنات للقانون. لكن الحالة السائدة في العراق هي حالة الإفلاس من العقاب. الحالة السائدة في العراق هناك عصابات خارجة عن القانون تتحكم
بالأجهزة الأمنية وتتحكم بمفاصل الدولة وحتى يعني الأمور السياسية. هذه الميليشيات وهذه المجامع الخارجة عن القانون والتي هي داخل ضمنا من هذه الأجهزة الحكومية وهذا النظام السياسي في العراق هو من يتحكم بالمشهد. فعندما تقوم الحكومة ويقوم الكاظمي بتقديم هؤلاء الجنات فإنه يعرض المسألة الحكومة بكاملها إلى المسائل الجنائية. فالكل مرتبط بهذا، يعني الكاظمي هو لديه علم بهذه الجرائم، رئيس الجمهورية لديه علم بهذه الجرائم، رئيس النواب لديه علم بهذه، أكبر وأصغر موظف لديه علم في هذه الجرائم. إذن الجميع مشترك في هذه الجريمة، وفي نظر القانون الدولي الجنائي الجميع مشترك في هذه الجريمة، والجميع هم من يقومون بتغييب القانون. إذن المساءلة عندما تقوم هذه الحكومة بتقديم أحد فإنهم جميعهم مدانون بهذه القضايا الإجرامية التي تقوم كل يوم في المعتقلات وفي حتى في الشوارع سواء في بغداد أو غيرها من المحافظات. نعم سيد عمر، يعني أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا الاتجاه؟ نعم نحن الآن يعني في صدد تقديم هذه الأدلة وهذه التوثيقات إلى اللجان المعنية في الأمم المتحدة، وهي على تواصل دائم مع المركز العراقي حيال هذه الجرائم، وهي تقوم بتوثيقها وبالاستفسار عنها والتحقيق منها في من خلال الأجهزة الأمنية أو الوزارات في الحكومة الحالية. وهي تقوم أيضا يعني حالها حال المركز بجمع الأدلة ولا تقدم أي مساعدات ولا تقدم أي حلول تجاه هذه القضايا وهذه الانتهاكات للأسف. ولكن نأمل في القريب العاجل أو في المستقبل القادم أن تكون هناك خطوات جدية من قبل هذه اللجان الأممية في تقديم الجنات ومحاسبة المنتهكي جرائم الحرب في هذه المناطق وفي هذه المحافظات. نعم، إذن عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.